نروح نقول كل سنة وأهالي الوادي الجديد طيبين بمناسبة العيد القومي، ذكرى إعلان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر سنة 85 قراره بتعمير الوادي الجديد عشان يكون رئة جديدة للوطن، ومن ساعتها الوادي الجديد ليه مكان على سنة 58، بعتذر جدا يعني من سنة 58، ومن ساعتها والوادي الجديد الحقيقة واضع لنفسه بصمة ومكانة عزيزة، كل يوم بيتطور، كل يوم الوادي الجديد بيحصل فيه شيء جديد. اسمحوا لي أرحب بسيادة اللواء محمد زملوط محافظ الوادي الجديد، كل عام وسيادتك بخير وأهل الوادي الجديد بخير يا فندم وطيبين. كل سنة وحضرتك طيب أستاذ عمرو والمشاهدين الكرام في مصر كلها. اهلا وسهلا يا فندم، ايه الجديد بقى السنه دي؟ وانا عارف ما شاء الله الوادي الجديد الحقيقه يعني يوم على التاني فيه تطوير. الحمد لله، يعني انا بشكر حضرتك طبعا تواجدك معانا دايما الله يخلي حضرتك في كل المداخلات، بس عايزين نرتقي بقى بعد كده، عايزين زياره بقى. يا سلام، ليا شرف والله، والله نفسي والله ازور الوادي من زمان، يعني بقالي كام سنه؟ 30 كل سنه بقى. صح يعني مظبوط، ادونا فرصه كده يعني. ليا شرف يا فندم. احنا اتشرفنا كلنا الشعب المصري بقى لنا 3 ايام دلوقتي مع حكايه وطن. ايوه هقول لحضرتك انا حاجه بسيطه بس عشان الوقت يعني. اتفضل. حكايه وطن كانت بتحكي انجازات الدوله خلال الفتره اللي فاتت. ايوه ال10 سنين اللي فاتت. حضرتك قلت ان زعيم الراحل عبد الناصر في 58 مظبوط اعلى الوادي الجديد وادي موازي النيل وتوقف لظروف الحروب والتنميه والكلام ده. الى ان اتى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله ورعاه في 2016 اعلن مشروع جنوب نص سدان من الوادي الجديد. شوف انا بقول لحضرتك اهو سنين. اللي يشوف ليس من راى كمن سمع. اكيد. هقول لحضرتك ارقام بس. اتفضل. لو امبارح احنا بنقول الطرق في مصر 7000 كيلو، الوادي الجديد فيه 3100 كيلو طرق جديده لا تقل عن طريق القاهره السويس، القاهره الاسماعيليه. طيب بعد كده نجيب الكهرباء. في كان خط واحد بيربط الوادي الجديد، دلوقتي خطين. الاتصالات ما كانش فيه اتصالات اللي داخل المدن، دلوقتي الاتصالات الحمد لله مغطيه الوادي. احنا يمكن الصوره بتقول اهي العاصمه الاداريه، ده كان سياده الرئيس امر بيها من حوالي سنتين 2019 2020 بالتنسيق مع وزاره الاسكان والمحافظه. الحمد لله انت شايف حضرتك القاعه وشايف المدخل والاجراءات دي، اول عاصمه محافظه تتجمع على نمط العاصمه الاداريه. جميل. وترتبط رقميا مع كل الوزارات. أه. مراكز تكنولوجيه. هي مش عايز اقول لك، طب الزراعه احنا كنا لا يزيد الاستثمار عن من 14 لاقول لك 20,000 فدان. بفضل الله سبحانه وتعالى، ده احنا بنتكلم غير الريف المصري، غير مشروع الخدمه الوطنيه. ايوه. شوف ملاعب الشباب الرياضي. وصلنا اكثر من 650,000 فدان ضمن مبادره سياده الرئيس زراعه 3 مليون ونص فدان. ممتاز. ده غير بقول لحضرتك خدمه وطنيه بتشتغل. تمام. والصحه يا فندم، انا لمحت برضو حضرتك خارج من مستشفى او مركز طبي تقريبا يعني. مركز. صح. احنا عندنا من احدث مراكز التاهيل ذوي الاحتياجات الخاصه. تمام. عندنا احنا لسه النهارده كان اهل الوادي الجديد بيتعالجوا مع فريق بحث سويدي من القاهره، كان في زياره علاج عن بعد. ده كله لما سياده الرئيس عرضنا المشكله الطبيه. جميل. وزاره الصحه وزاره الاتصالات عندنا حوالي من 8 ل 10 مركز اتصالات عن بعد. طب حضرتك لو اتكلمنا على الجامعه، ما كانش في الوادي الجديد جامعه، كليات كلها تبع اسيوط، دلوقتي الحمد لله جامعه الوادي الجديد وكليه صيدله. طب اتكلم عن التعليم الفني، عندنا كل فضل الله، يمكن احنا المحافظه او لحضرتك اللي هي عدد سكانها 270,000. لما يكون سياده الرئيس والحكومه مهتمه بمحافظه فيها 250,000، ما هي عشان ال 250,000 يا فندم يبقوا مليون و2 مليون بس، هو ده اللي احنا عايزينه، ده الهدف، ده الهدف بالظبط، هي عشان كده انشئت. انا بقول لك ارقام، يعلم الله احنا الدوله انفقت في السبع سنين اللي فاتوا دول يا استاذ عمرو اكتر من 80 مليار جنيه بالاسعار القديمه. اتصالات وطرق وكهرباء واسكان وصرف صحي وميه. طيب نيجي الحياة كريمه بقى، نختم كلامنا مع حضرتك. اتفضل يا فندم. شوف يعني سياده الرئيس ربنا يحفظه ويرعاه، لما مركز في الوادي الجديد اسمه الفرافره، ده عدد سكانه لا يتعدى 30,000. سياده الرئيس يؤمر يوجه الحكومه لازم يبقى مركز المحافظات الحدوديه، يختاروا مركز الفرافره، يتعمل فيه بنيه اساسيه واتصالات وملاعب شباب ورياضه ومراكز. جميل والله. واستعانه وصحه، يعني ممكن القريه فيها 2000 3000.
فده اي مواطن في مصر والله لو شاف الوادي الجديد بامانه يقول يا والله والله يا فندم. يعني دي دعوه للناس وعن طريق حضرتك دلوقتي يا جماعه، اللي يفكر ويروح عايز يصنع، عايز يزرع، عايز يعمل مشروع استثماري، ارض بكر بمعنى الكلمه. يعني حضرتك يا استاذ عمرو، بس اقول لحضرتك حاجه. اتفضل. انا بقول يعني لما دوله والسيد الرئيس يهتم باقصى اقصى الجنوب على مسافه 1200 كليه من القاهره، يعني الموضوع مش اهتمام بالقاهره وطريق اسماعيليه واسكندريه ونفا. مظبوط يا فندم. لا لا لا، سيادته يعلم الله اهتمام، يعني يهتم حضرتك قلت الفرافره فيها 30,000، فكان ممكن اقول لحضرتك يعني ده 30,000، ولكن ان 30,000 ياخدوا حقهم زي ال 30 مليون يعني. بس دول امن قومي يا طبعا اكيد، يعني الرئيس بيعتبروا دول ناس مربين على الحدود اهالينا، والحمد لله دلوقتي جميع الخدمات المتوفره في القاهره، في اسكندريه، عظيم، في الجيزه، في المنصوره، موجوده عندنا. طيب يعني نيجي يا فندم بقى، نيجي بقى خلاص بالكاميرات ان شاء الله قريب. والله العظيم يا استاذ عمرو انا بدعيك، انت وعدتني 3 مرات. حاضر يا فندم. الرابعه معلش هتبقى بغرامه بقى. لا خلاص ما اقدرش المره دي يا فندم. حاضر يا فندم، لينا الشرف. حاضر يا فندم. المحترمه اللي زي حضرتك والبرامج اللي خلاص عليها اقبال، تيجي حضرتك تقعد معانا يومين. حاضر. الكاميرا بس، هات لنا الكاميرا. حاضر يا فندم. تقرير مفصل قبل وبعد. عنينا ان شاء الله نرتب مع حضرتك حالا باذن الله، ويبقى لينا الشرف نكون مع سيادتك ومع اهالينا في الوادي الجديد قريب ان شاء الله في برنامج من مصر. انت دايما معانا يا الله يسلم سيادتك، وكل سنه وحضرتك طيب، وسلامنا لاهل الوادي الجديد كلهم. سياده اللواء محمد زمروت محافظ الوادي الجديد، شكرا جزيلا لحضرتك، وكل سنه واهالي الوادي الجديد ومصر كلها بخير.